من الأسبوع اللي فات أرقام بالمليارات كانت موجودة في جلسات الأسبوع الماضي. ممكن على ضوء ده نقدر نقول إن جلسة بكرة ممكن يعتدل الحال ونجد ظهور للون الأخضر للمؤشرات بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. السيد عيسى فتحي خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم غلق باب استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار يوم 20 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه تم استلام نحو 3,655,000 طن قمح محلي منذ فتح باب التوريد منتصف شهر إبريل الماضي وحتى الآن. وأضاف الوزير أن سعر طن القمح المحلي المورد أعلى من سعر طن القمح المستورد بحوالي 800 جنيه، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر قادمة. من ناحية أخرى صرح وزير التموين بأنه يتم حاليا وضع آلية لمنح المواطنين سلعا مجانية وخصومات مالية على حجم مشترياتهم مجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك. حددت وزارة الإسكان الأسبوع المقبل موعداً لبدء إجراءات طرح 1200 فدان في 12 مدينة جديدة يتم توزيعها على جمعيات الإسكان التعاوني بنظام القرعة العلنية، وذلك بعد توقف دام نحو 5 سنوات. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أن الأراضي سيتم منحها للجمعيات بتخفيض في سعر المتر يصل إلى 25% عن سعرها الأساسي، مشيراً إلى أن نجاح طرح هذه المساحة سيكون مؤشراً قوياً لطرح 2000 فدان أخرى نهاية العام الجاري لباقي الجمعيات. أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرارا بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة وقطع غيارها، وتضمن القرار منح مستوردي سيارات مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، فيما سيمنح مستوردي قطع الغيار المشار إليها في القائمة مهلة شهرا واحدا. كما ألزم القرار كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد آلية تنفيذ أحكام هذا القرار. وتضمن القرار استمرار تطبيق المنتجين المحليين للمواصفات 10. وقال عبد النور أن هذا القرار يستهدف حماية المستهلك من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة غير مطابقة للمعايير الدولية، كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد. أعلن مدير مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط مؤيد مخلوف أن استراتيجية المؤسسة الدولية في المرحلة الحالية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار رئيس المؤسسة إلى أنه خلال العام الجاري عززت مؤسسة التمويل الدولية دعمها لصناديق الاستثمار الخاصة في المنطقة، حيث استثمرت 3 ملايين دولار في صندوق النمو الفلسطيني، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 15 مليون يورو في بلدان المغرب العربي، مؤكدا أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. تراجع احتياطي النقد الأجنبي اليمني بنحو 5% مسجلا 4,657,000,000 دولار في نهاية أبريل، وهو أدنى مستوى للشهر الثالث على التوالي. وفقد اليمن بذلك نحو 597,000,000 دولار من احتياطياته النقدية منذ بداية العام. وعزى المركزي اليمني تآكل الاحتياطات النقد الأجنبي إلى تضخم فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي، والتي بلغت في الفترة من يناير إلى أبريل نحو 975,000,000 دولار. كان مسؤول في صندوق النقد الدولي قد أشار مايو الماضي إلى أن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق مع تباطؤ وصول المساعدات الخارجية، فضلا عن تراجع التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. تختتم اليوم قمة مجموعة 77 بمشاركة الصين أعمالها في بوليفيا، والتي بدأت أمس تحت شعار إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد بهدف تعزيز البنية المؤسسية لدول المجموعة. ويصدر عن القمة إعلان ختامي يتضمن رؤية الدول المشاركة الأهداف الإنمائية للألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة، خاصة الحد من الفقر المدقع ووفيات الأطفال وتوفير التعليم والمساواة بين الجنسين وتطبيق التنمية المستدامة.
تشارك الصين غير العضو في المجموعة في الاجتماعات لتوسيع علاقاتها التجارية مع أمريكا اللاتينية، ويصادف عقد هذه القمة الذكرى 50 لقيام المجموعة التي تأسست في 1964 في جنيف من 77 دولة، وباتت تضم اليوم 134 دولة، أي حوالي ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة.